بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، معاكم دكتور محمود حسين عشان نكمل الصايل Stabilization أو تثبيت التربة، وإحنا استكمالا للجزء الأولاني اللي هو إزاي نحسب الإفكتيف ستريسز بتاع الصايل، هناخد الجزء الثاني أو Part 2 من Chapter 4 اللي هو الميكانيكال Properties of Soil، ألا وهو إزاي نحسب الإفكتيف ستريسز بس Case of Seepage أو لو في عندنا تسرب للمية. طيب يبقى البارت بتاعنا How do you calculate the effective stresses بس عندنا seepage. لازم الأول نعرف يعني إيه seepage، يعني تسرب. Seepage it is a process of water flow through the soil. بس ببساطة خالص المقصود بيها هي عملية سريان المية خلال التربة. طبعا هي ما بتمشيش خلال التربة بالظبط، احنا بنتكلم إنها بتمشي في فراغات الصويل نفسها. طيب هناخد شوية افتراضات assumption for dealing with seepage. ايه هما الافتراضات اللي احنا هنتكلم فيها عشان اما نيجي نحسب الـ effective stresses؟ اول حاجة نفترض ان layers of soil are homogeneous يعني متجانسة. تاني حاجة ان laws of hydraulic are applicable يعني مطبق فيها القوانين بتاعت الهيدروليك كلها. وبعدين any apparent variables زي permeability ها difference in vertical and horizontal direction boundary conditions, steady state flow could be anticipated and accounted for with reasonable accuracy يعني في دقة معقولة. طيب طب انت عرفت كده السيبج اللي هو التسرب، ايه المقصود بقى بالسيبج بريشر او ضغط التسرب؟ بنقول the water pressure exerted on the porous material through which water percolate is called a seepage pressure. يبقى هو عبارة عن ضغط مين؟ المية المبذول. فين؟ في البورس ماتيريال. لازم تكون المواد بتاعتي مالها مواد بيرمبل يعني مواد ليها نفاذية خلاص، والتربة نفسها بتحصل فيها ايه؟ بتبتدي تتسرب، فتسرب المية دي خلال الفراغات ديت بيسموها السيبج مين؟ بتعمل ايه؟ سيبج بريشر او بتعمل ضغط للتسرب. طيب ده السؤال اللي احنا قلناه في الاول اللي هو تعريف السيبج والسيبج بريشر. لكن لو عايزين نحسبه بقى هنحسب ازاي السيبج بريشر وازاي نحسب الافكتيف ستريسز لما يبقى في عندي سيبج؟ فاحنا هنتكلم لو ما فيش فلو، لو ما حصلش فلو في الصويل ازاي احسب البريشر وازاي احسب الافكتيف ستريسز. فاحنا هنتكلم في كيس واحد دلوقتي، لو قلت لك no flow takes place through the soil مفيش سيران، امتى مش هيحصل سيران؟ لو ارتفاع الميه هنا نفس ارتفاع الميه هنا، زي ما انت شايف الميه هنا ارتفاعها حوالين السويل L طول السويل وال H ده ارتفاع الميه، فانا لو عايز احسب الضغوط مفيش سريان. ليه؟ مفيش فرق في الهيد هنا. فلو قلنا عند المستوى B اللي هو اللي تحت خالص ده عايز احسب التوتال ستريسز، لسه قايلينها في البارت اللي فات، عندي L اللي هي بتاعت السويل في الجاما ساتوريتد، وعندي ال H في جاما مين؟ ووتر. والبور ووتر بريشر خلاص L زائد H في مين؟ في جاما ووتر. يبقى الافكتيف عباره عن ايه؟ سيجما ناقص مين؟ U. يبقى السيجما داش لو انت حسبت زي ما اتفقنا المره اللي فاتت جاما ساتوريتد ناقص جاما ووتر بجاما سبميرجد، هتلاقي يطلع لك L في مين؟ في جاما سبميرجد. ده الضغط تحت عندي هنا. خلي بالك L في جاما سبميرجد هو ده الافكتيف مين؟ ستريسز. امال ايه المثلث الكبير اللي انت شايفه دوت اللي هو L زائد H في جاما ووتر؟ ده عباره عن ها ده البور ووتر بريشر ودي الافكتيف ستريسز. السؤال بقى لو انا عايز اخد عند اي مسافه من التربه ارتفاعها زد، عايز اعرف التوتال ستريسز قد ايه عند النقطه ديت مثلا، النقطه دي اللي هي على عمق مين؟ زد. طب ما نفس الكلام زد في مين؟ في جاما ساتوريتد زائد H في جاما ووتر. طيب واليو اللي هو البور ووتر بريشر زد زائد اتش في جاما ووتر، والافكتيف ستريسز اللي هو السيجما ناقص يو هيطلع لك في الاخر زد في جاما مين؟ زد في الجاما سبميرجد اللي هي القيمه بتاعت الافكتيف ستريسز. طيب شكرا.